اي دكتور سلام تفضلي. هاي دزيت لك طبعا دزيت لك التوضيح ممكن جنابك تطلعين عليه بعدين. نعم هنالك توضيح مهم انه هنالك دائره داخل العقارات اسمها الاموال المجمده، هذه لم تمس ولم تباع ولا بها اي مزايدات من يعني عصر النظام السابق الى حد الان، ولن يتجرؤوا. تعرف شنو بها هاي الاموال المجمده؟ تقدري تعطينا مثال؟ اموال اليهود. اي الاموال المجمده مالت من؟ اموال اليهود. اموال اليهود هذه شنو؟ هاي شنو مستقبلها؟ هاي باقيه لهم، ايش وقت ما يرجعون ياخذوها. لكن اموال العراقيين تنباع، يعني حتى في عصر النظام السابق. هذا تخطيط بعيد المدى. نعم في عصر النظام السابق من اي مله، يعني ما علي لا يقولون شيعة وما وغيرهم والتبعيه والول والول، حتى اكو قاده تكارتا من تكريت نفسها عندما كان يصدر عليه حكم الاعدام، اصلا يمكن بعد الحكم ما متنفذ، هو املاكه الصادر وتنباع راسا. لكن اموال اليهود لا.